نفت قيادة قوات الاحتياط ما نشر من أنباء حول اقتحام مسلحين لمقر قيادتها الواقع جنوب العاصمة صنعاء. وقال مصدر في مكتب قائد قوات الاحتياط اللواء الركن علي بن علي الجائفي إن ما ذكرته بعض القنوات والمواقع الإخبارية عن أن مسلحين اقتحموا اليوم قيادة قوات الاحتياط لا أساس له من الصحة، معتبرا ذلك مجرد إشاعات مغرضة الهدف منها التضليل والإثارة.